التواصل يستمر مشاهدينا الكرام. نبدا مع اول اشواط سباق الحلفة وينطلق على بركة الله وتوفيق الشوط الاول الخاص للبكار مسافة الكيلو والنصف في تحديات هذا اليوم. هنا نسير على البركة الى المقدمة، نسير الى الصدارة والى البداية الاولى ومع المقدمة اللي تبدأ مع الصراع في صدارة هذا الشوط في المقدمة والمركز الاول. هذه كم رقم هي الليبية؟ 15 ولا شو؟ هذه نتابعها مع المقدمة الشاهنية حامد بن صغيرون بن حميد الدرعي اذا صح التعبير مع المركز الاول، بينما القادمة على المركز الثاني ارى الواصلة في هذه الاندفاع الشاهنية الهيام بن عبد الله بن ركاض المركز الثالث، وراقب هنا الشاهنية عبد الله بن حميد بن حارب المهيري، بينما في المركز الرابع يتقدم هنا شعار راعي الحريثي يقدم لنا ند الشبه محمد بن احمد بن غيث المري، ولكن عوده الى البدايه الاولى، عوده الى الشاهنيه، الى الشاهنيه مسيطره الشاهنيه حامد بن صغيرون رعق حير الدرعي في صداره هذا الشوط، ولكن هنا يتحرك المهيري مع المركز الثاني يقدم لنا الشاهنية عبد الله بن حميد بن حارب المهيري. الله يا ولد العوص، نراقب الأسامي، ولكن الهيام بن عبد الله بن ركاض اللحظات الأخيرة، اللحظات النهائية، وين السلام إلى القوع؟ القوع مع اللحظات الأخيرة، ولكن هنا في اللحظات الأخيرة، في اللحظات النهائية، عبد الله بن حميد بن حارب المهيري يطير بأول الأشواط. سلام سلام على فوز الشاهنية، انتزعت الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت اللي هي الشاهنية حامد بن صغيرون رعق حير الدرعية. المركز الثالث، المركز الثالث وصلت هملولة محمد بالقرين بن علي العامري. هذه النتيجة للثلاث المراكز الأولى. التوقيت الزمني دقيقتين 16 ثانية. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار لعبد الله بن حميد بن حارب المهيري على تألق الشاهنية، ومشكور يا علي بن سليم اللي رغبها. تهانينا والناموس للجميع.